الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكين وسيد الأيام. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى أئمه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم، الجواد الكريم، السميع الدعاء. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا واحشرنا مع النبيين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم ويمنعون الماعون.